الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا معكم في البرنامج، أي برنامجكم العهد. انتهينا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أركان وواجبات وهيئات. كلامنا اليوم عن الذكر بعد الصلاة. ما هو الذكر هذا الذي يكون بعد الصلاة؟ بعد الفاصل نتكلم عن الذكر الذي يكون بعد الصلاة، فكونوا معنا. الأذكار بعد العبادات شأنه عظيم، فبعد الصلاة نذكر الله، وبعد الصلاة الصيام نذكر الله سبحانه وتعالى، وبعد الحج نذكر الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. إذن من عبادة إلى عبادة، والذكر بعد العبادة شأنه عظيم، يرقع كما يقولون الخلل الذي يكون في العبادة. ولذلك ما هو الذكر الذي يكون بعد الصلاة؟ استمع إلى هذا الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تتعجب بعد عبادة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يكرر الاستغفار ليعلمنا أولا أن الإنسان بعد الصلاة لا يزكي نفسه ويرى نفسه أنه من أهل العبادة وأهل التقى، لا. والأمر الثاني يسد الخلل الذي يكون في الصلاة. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم إذا كان إماما انصرف وجعل وجهه للمصلين. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدابروا، من كمال التقائك بالمسلم لا تجعل دبرك له. والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل ظهره للمصلين للحاجة حتى يقتدوا به في الصلاة، انتهت الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام جعل وجهه للمصلين. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب العظمة منك العظمة. ثم هناك دعاء وذكر عظيم ألا وهو التسبيح 33، التكبير 33، والتحميد 33، هذه 99، ثم تكمل 100 فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تكملها 100. من أكملها في 100 فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني ما يقذفه البحر من الزبد، وإن كانت ذنوب عظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب. طيب كيف نقول هذه الأذكار؟ اعلم أن أفضل ما تذكر الله به أصابعك. قال عليه الصلاة والسلام يا نساء المؤمنين، ثم قال اعقدنا التسبيح بالأنامل. كيف نعقد التسبيح بالأنامل؟ هكذا سبحان الله، يعني نعقد هذا هنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، هذه 5 ثم 5 ثم 5 إلى 33 وتزيد 3، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والذكر يكون باليمنى أفضل، في اليسرى جائز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في شأنه كله. هذا هو الذكر الذي يكون بعد الصلاة. بعد الفاصل نكمل زيادة بيان عن هذا الذكر. التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة سببه أن فقراء المهاجرين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور
بالدرجات العلا والنعيم المقيم. أهل الدثور، الدثور جمع دثر يعني المال الكثير. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، فقراء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم بشيء تسبقون من قبلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون الله 33. ثم أتى فقراء المهاجرين للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، قد علم أخواننا بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن مسألة معروفة: هل أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ بعض العلماء استنبط من هذا الحديث أن الغني الشاكر أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قلنا أن الذكر الأصل فيه في الأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات. ستسأل يا عبد الله عن أعمالك، ما الذي يسألك؟ تسأل من أعضائك. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال في آية أخرى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لا تظن أنك إذا استترت لوحدك وتعصي الله أن لا يوجد لك شهود، لا، ستشهد عليك أعضائك وستشهد عليك حتى الأرض. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. حتى الأرض تشهد، الأعضاء تشهد. فاجعل الأعضاء تشهد لك بخير ولا تشهد لك بغير ذلك. إذن بعد الصلاة نستغفر الله ونثني على الله كما في الأذكار التي ذكرناها، ثم نذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتكبير والتحميد 33. بأصابعنا نعقد الأنامل. طيب، لك حالتان: الحالة الأولى أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والحالة الثانية تجمعها وتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى 33. ورد هذا وورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفهم من الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون 33، الواو للعطف جمعها. وفي أحاديث أخرى قال: تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد 33، دل ذلك على أن لك أن تفرق ولك أن تجمع. وإذا انتهيت من التسبيح والتكبير والتحميد فإنك تذكر كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تخرج من صلاتك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وإن كانت هذه الذنوب مثل زبد البحر. ولم يحدد أي بحر، جميع الأرض مهما كثرت ذنوبك إن الله سبحانه وتعالى يغفرها بسبب هذا الذكر العظيم الذي ذكرته بعد صلاتك. تصور أن إنسانا يتوضأ تخرج خطاياه، ويصلي ثم يذكر هذه الأذكار وتخرج خطاياه، قل لي بالله يخرج بعد صلاته بماذا؟ وهو نظيف من جميع الأقدار، أقصد المعنوية، المعاصي. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الذنوب، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أعلنا وما أسررنا وما أخفينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نكمل ما تبقى من مباحث كثيرة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، عن هذا الفرض العظيم، في حلقات قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.